حازم حامد رئيس شعبه التدريب البحري، استاذن في عرض موجز عن الانشطه القتاليه المخطط تنفيذها اثناء المناوره الاستراتيجيه قادر 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار تنفيذ المناورة الاستراتيجية قادر 2021 تنفذ القوات المسلحة عدد من الأنشطة القتالية بإجمالي 39 نشاط. القوات البحرية عدد 12 نشاط باشتراك 75 وحدة منهم 47 وحدة مضمة حديثا بإجمالي 2905 مقاتل. القوات الجوية 10 نشاط باشتراك 137 طائرة طرازات مختلفة بإجمالي 19 تشكيل جوي. قوات الدفاع الجوي 8 نشاط باشتراك 8 وحدة فرعية بإجمالي 1100 مقاتل. القوات الخاصة 7 نشاط باشتراك 8 وحدة فرعية بإجمالي 361 مقاتل. القوات البرية 2 نشاط باشتراك 6 وحدة فرعية بإجمالي
الجماعة الإرهابية بالاستيلاء على ميناء ذو أهمية خاصة. قررت القيادة العامة للقوات المسلحة قيام الأفرع الرئيسية للقوات الخاصة بتنفيذ عمليات بمهمة القضاء على العناصر المعادية لإعادة السيطرة على الميناء. وعلى يمين نقطة المشاهدة يتقدم تشكيل جوي بقوة رف من طائرات متعدد المهام F-16 لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمراكز القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات. ورد بلاغ باكتشاف سفينة مشتبه بها غير منصاعه تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية. صدرت الأوامر لاقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام رأسي وأفقي على السفينة المتواجدة في اتجاه الساعة 10. ويقوم رف بقوة رف من طائرات متعدد المهام وفال بمهمة تنظيف المجال الجوي واحتلال مثلث جوية لتأمين منطقة العمل. وفي اتجاه الساعة 10 يتقدم تشكيل مكون من اللانشات القتالية محمل بعناصر القوات الخاصة لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة. وفي اتجاه الساعة 11 يظهر تشكيل جوي مكون من هيلي 24 وهيلي كوماندو محملة بعناصر من القوات الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها. تشكيل جوي بقوة رف من طائرات متعدد المهام F-29 لمراكز القيادة والسيطرة. وفي اتجاه الساعة 10 نشاهد جماعة الاقتحام الأفقي بل محملها على اللانشات القتالية. وفي اتجاه الساعة 11 تقترب الهيلي 124 والهيلي كوماندو لتنفيذ الإسقاط الرأسي لقوة الاقتحام من عناصر القوات الخاصة البحرية. وفي اتجاه الساعة 10 نشاهد وصول اللانشات إلى المدى المؤثر للتسليح والاستعداد للاشتباك مع الأهداف المعادية بالأسلحة المختلفة. وأمام نقطة المشاهدة تقوم الهيلي شينوك بإنزال العائنات لجماعات الضفادع البشرية. وتقوم الهيلي المسلح كاميرفا أباتشي بتقديم الحماية للهيلي شينوك أثناء تنفيذ عملية الإسقاط لجماعات الضفادع البشرية وذلك بالقضاء على جميع العدائيات للمنطقة. وفي اتجاه الساعة 11 يتم تنفيذ عملية الإسقاط الرأسي. وفي اتجاه الساعة 8 نشاهد تشكيل جوي بقوة قسم من طائرات متعدد المهام ميراج 2000. تم تنفيذ القصف الجوي على الأهداف المعادية. وفي اتجاه الساعة 11 تم السيطرة على السفينة المشتبه بها واقتيادها إلى أقرب ميناء لاستكمال إجراءات التفتيش. البشرية في اتجاه الساحل والمحملة على العائنات مركي 3 لتنفيذ أعمال مسح شاطئ وفتح ثغرة وإعطاء إشارة الاقتحام إلى جماعات القوات الخاصة البحرية لبدء مرحلة التصرف البحري.
قيادة غواصة على مسافة 4 ميل من الجسم الرئيسي للتشكيل. وفي اتجاه الساعة 10 تم توجيه مجموعة القطار رقم 4 والمكونة من 4 قناص إلى موقع السبا المكتشف. من قائد تشكيل الضغط على الغواصات إلى سفينة القيادة. لعملية الإسقاط الجوي. ورد بلاغ من قائد مجموعة القطار رقم 4 بتدمير الهدف المعادي. وتستمر الطائرات متعدد المهام رافال لاحتلال المظلة الجوية لتأمين أعمال قتال القوات العاملة بالساحل ضد العدائيات المختلفة. وفي اتجاه الساعة 1 نشاهد تقدم عناصر القوات الخاصة البحرية والمحملة على العائمات مارك 5 في مهمة تنفيذ الإغارة على أهداف ساحلية منعزلة. وفي اتجاه الساعة 12 يظهر تشكيل قتالي من اللانشات القتالية والمميزة بالمشاعر والمحملة بعناصر من القوات الخاصة البحرية الشاطئ. وفي تسلل قوة الغارة البحرية إلى الساحل تتقدم الجماعات في وسادات وتحت سطر التغطية النيرانية المتعددة بين الجماعات للوصول إلى المواقع النهائية لاقتحام وتدمير الأهداف المعادية. وفي اتجاه الساعة 2 تم تدمير الأهداف المعادية على الساحل. وتقوم الطائرات الهم المسلح بالطيران على ارتفاعات منخفضة والاشتباك مع الأهداف المعادية لتوفير الحماية للقوات ضد العدائيات المختلفة بمنطقة العمليات. اتجاه الساعة 17 نشاهد وسائط الموجة الأولى للإبرار البحري تقوم بالتقدم في اتجاه الساحل لتحقيق المناورة وسرعة الدخول. وتقوم اللانشات القتالية بتأمين الوسائط أثناء الاقتراب إلى الساحل. وفي اتجاه الساعة 10 تقوم غواصة بإنزال جماعات دفابة بشرية هجومية من هدف الوقوف على ونشاهد على شاشات العرض أمام سيادتكم بث مباشر لعملية إنزال الضفادع البشرية من الغواصة. وفي اتجاه الساحل من منطقة الإبرار نشاهد كل اللانشات القتالية إلى نقطة الإبرار وتتخذ القوات تشكيل المعركة للتعامل مع الأهداف المعادية. القفز الحمل للقوات المسلحة مجموعة التخطيط والإرشاد بمهمة تخطيط وتأمين مناطق الإبرار للقوات الخاصة وإرشاد وتوجيه الطائرات لمناطق العمل. وتنفذ مجموعة التخطيط والإرشاد المناحة الجوية باستخدام المظلات الموجهة والمميزة باللون الرمادي لإعمال الإخفاء والتمويه خلال مرحلة الهجوم. وفي اتجاه الساعة 10 صعود الغواصة عقب الانتهاء من تنفيذ مهمتها. وفي اتجاه الساحل
تمام اتخاذ الاوضاع النهائيه لمجموعه التامين والاقتحام من عناصر القوات الخاصه. وتقوم مجموعه الدفاع الجوي باستطلاع الاهداف الجويه المعاديه على جميع الارتفاعات. ومن امام نقطه المشاهده يتم اقلاع 2 هيلا اباتشي و2 هيلا كامور من حاملة المروحيات انور السادات لتنفيذ مهمة الدعم النيراني للقوات العاملة على الساحل. وتنفذ مجموعة التخطيط والارشاد مهامها في سرية تامة مع الاستتار عن ملاحظة العدو بمهمة ادارة عملية الابرار الجوي. وفي اتجاه الساعة الثانية بدأت عناصر القفز الحر الوصول الى مناطق عملها المخططة والمميزة بالدخان البنفسجي. وفي اتجاه الساحل تمام اقتحام الاهداف المعادية والسيطرة عليها من عناصر القوات الخاصة البحرية. اتمت عناصر القفز الحر مهمتها بتأمين منطقة الإبرار للقوة الرئيسية. ويمر من أمام نقطة المشاهدة وسائق الموجة الأولى للإبرار البحري في تشكيل خط واحد بالعرض. وتقوم مجموعة مسح وتأمين الشاطئ بتوجيه الوسائط. وفي اتجاه الساحل بمنطقة الإبرار تم تدمير الأهداف الساحلية وتفجير الألغام القاعية المكتشفة وإعطاء الإشارة الضوئية لقوة الإبرار الرئيسية لبدء عملية الإبرار. وتستمر عناصر القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع عناصر المسيرات في تأمين منطقة الإبرار. أفادت مجموعة التخطيط والإرشاد والتأمين المسقطة بالقفز الحر بتمام تجهيز وتأمين مناطق الإبرار المحددة والاستعداد للإمداد الموقوت والمستمر للقوة الرئيسية. وفي اتجاه الساعة الثانية تتقدم الهيلا أباتشي وكامور لتنفيذ القصف الجوي لأهداف معادية بصواريخ هيل فاير الموجهة بالليزر وصواريخ 80 ملي حر، وذلك بالتزامن مع وصول وسائط الإبرار لخط الاقتراب والفتح. الدفاع الجوي بتأمين أعمال قتال المظلة الجوية. تم إطلاق صواريخ الهيل فاير الموجهة بالليزر وصواريخ 80 ملي حر على الأهداف المعادية. تم تدمير الأهداف المعادية. وفي اتجاه الساعة الواحدة نشاهد تقدم الموجة الأولى لقوة الإبرار الرئيسية تحت حماية اللانشات القتالية. ومن يسار نقطة المشاهدة يتقدم تشكيل جوي لعدد 2 هيلا أباتشي 2 مي 17 2 هيلا شينوك اثنين هيل كامور، وذلك لتنفيذ عملية الإبرار الجوي لعناصر المظلات والصاعقة. وتقوم الهيل المسلح بتوفير الحماية لعناصر المظلات والصاعقة أثناء تنفيذ عملية الإبرار الجوي. وتعتبر طائرات الهيل إحدى وسائل دفع والتقاط مقاتلي القوات الخاصة من وإلى مناطق العمل بالقرب من سواحل العدو لتنفيذ مهامها القتالية نظرا لما تتميز به من سرعة عالية والقدرة على الطيران المنخفض مما يقلل من إمكانية اكتشافها. وفي اتجاه الساحل وبنقطة الإبرار نشاهد اقتراب الموجة الأولى للإبرار البحري.
ده في اتجاه الساعة الثانية تقوم الهامش يرد الإبرام الجوي للعناصر الصاعقة لاتخاذ أوضاعها بمهمة عزل الأهداف المعادية وتأمين قوة الإبرام الرئيسية. ويتم إخلاء عدد 2 ساندويكس والمجهز للعمل في جميع أنواع الأراضي، وتم تجهيزه بعدد 2 رشاش لإنتاج كثافة نيرانية عالية، ويستخدم في تأمين دفع وارتداد عناصر الصاعقة. وفي اتجاه نقطة الإبرار بالساحل نشاهد وصول الموجة الأولى للإبرار البحري والمحملة بعدد 8 مركبة هامر مطقمة بعناصر الصاعقة بمهمة حصر وعزل الهدف الساحلي وتهيئة أنسب الظروف لقوة الاقتحام الرئيسية لتدوير الأهداف. بدأت المركبات الهامر في إخلاء الوسائط البحرية والتقدم بأقصى سرعة وتحت ستر أعمال قتال قوة الإبرار الجوي والقوات الخاصة البحرية. وصلت عناصر قوات الصاعقة المحملة على المركبات إلى أوضاعها النهائية، ويتم حصر وعزل الهدف الساحلي. وفي توقيت متزامن تقوم مجموعة أخرى من المركبات بالسيطرة على تقاطعات الطرق ومحاور التحرك الرئيسية لإحكام السيطرة على الهدف المعادي. ورد بلان باكتشاف هدف جوي معادي مقترب من الجسم الرئيسي للتشكيل. وفي اتجاه الساعة 10 تظهر مجموعة القتال رقم 2 والمكونة من فرقاطة جويند ولانش صواريخ والمميزة بالمشاعل الضوئية. صدرت الأوامر من قيادة التشكيل لقائد المجموعة القتالية بالاشتباك مع الهدف المعادي وتدميره بالصواريخ سطح جو ميكا ورام. ويعتبر التعامل مع الأهداف الجوية المنقضة على الوحدات البحرية من أصعب أنواع تنظيم الدفاعات عن الوحدات البحرية نظرا للسرعة والمناورة العالية للأهداف الجوية. وفي اتجاه نقطة الإبرار بالساحل أتمت قوات الصاعقة مهمتها. وفي اتجاه الساعة الثانية تقوم الهل مي 17 بالإبرام الجوي لعناصر المظلات بمهمة تأمين رأس شاطئ وعزل الأهداف المعادية والعمل كقاعدة نيران لمجموعة الاقتحام. وفي اتجاه الساعة 10 تقوم مجموعة القتال رقم 2 بتتبع الأهداف الجوية المكتشفة والاستعداد لإطلاق الصواريخ سطح جو طراز ميكا ورام على الهدف الجوي المكتشف. تم إطلاق الصواريخ على الهدف المعادي وتم تدمير الهدف المعادي. وتستمر طائرات الهل المسلح بالطيران على ارتفاعات منخفضة لتوفير الحماية الجوية للقوات. وفي اتجاه الساعة 12 تستمر اللانشات القتالية بتوفير الحماية للقوات العاملة على الساحل باحتلال خطوط مرور قريبة من الساحل مع الاشتباك مع الأهداف المعادية المكتشفة. ويتقدم أمام نقطة المشاهدة تشكيل جوي لعدد 2 هل أباتشي، 4 هل 124، 2 هل كاموف بمهمة الإبرام الجوي لفصيلة مظلات للقضاء على العناصر المعادية وتأمين المدخل الشرقي للميناء. وفي اتجاه الساعة الثانية نشاهد الموجة الثانية من القوة الرئيسية للإبرار والمكونة من 3 وسيطة محملة ب8 مركبة قتال هامر وعناصر الصاعقة بمهمة اقتحام الأهداف المعادية. نجحت قوات المظلات والصاعقة في عزل وتأمين الأهداف المعادية
والسيطرة على تقاطعات الطرق ومحاور التحرك وتهيئة الظروف لتنفيذ عملية الإبرام البحري لقوة الاقتحام الرئيسية والمميزة بالدخان البرتقالي. وتستمر طائرات الهل المسلح بتوفير الحماية للقوات الرئيسية. وفي اتجاه نقطة الإبرار بالساحل تمام وصول الموجة الثانية للإبرار البحري. تمام نزول المركبات الهامر وعناصر الصاعقة من وسائط الإبرار. وتحت ستر أعداء قتال قوة الإبرار البحري والجوي تتقدم المركبات الهامر في اتجاه العناصر الإرهابية بأقصى سرعة. وفي اتجاه الساعة الثانية نشاهد إبرار مجموعة الاقتحام لقوات المظلات بواسطة الهل 124 في المنطقة المخططة للإبرار. ويتم إخلاء مجموعات الاقتحام لطائرات الإبرار الجوي وتتخذ أوضاع الدفاع الدائري بمهمة تأمين منطقة الإبرار وتأمين إقلاع الهل. وردت رسالة معلومات تفيد بتحصل عنصر قيادي شديد الخطورة في أحد المباني، كما تمكنت العناصر الإرهابية من احتجاز مجموعة من الرهائن داخل مبنى آخر. ورد بلان باكتشاف هدف سطحي معادي يقترب من الجسم الرئيسي للتشكيل. وفي اتجاه الساعة العاشرة نشاهد وحدات مجموعة القتال رقم 1 والمكلفة باحتلال ستائر التأمين البعيدة لتوفير الحماية للقوات، وتتكون من 3 فرقاطة فريم، 3 لانش صواريخ، 2 فرقاطة جويند. يمكن تمييز الهدف المعادي في اتجاه الساعة 9 وعلى مسافة 5000 يارد. صدرت الأوامر إلى قائد المجموعة القتالية بتدمير الهدف قبل دخولها لدائرة التأثير على الجسم الرئيسي. تتقدم وحدات المجموعة القتالية لتنفيذ رماية مدفعية سطحية على الهدف المكتشف. واحد شمس. تم الاشتباك مع الهدف المعادي بالمدفعية السطحية. ورد بلاغ من قائد المجموعة القتالية بتمام تدمير الهدف المعادي. ورد بلاغ باكتشاف هدف سطحي معادي على مسافة 40 ميل بحري. وفي اتجاه الساعة العاشرة تظهر مجموعة القتال رقم 3 والمكونة من فرقاطة فريم ولانش صواريخ والمميزة بالمشاعل الضوئية. صدرت الأوامر لقائد المجموعة القتالية بالاشتباك مع الهدف المعادي وتدميره. من قائد التشكيل السطحي الى سفينة القيادة جسم العدل خلدوني للإصاب. 3 2 1 افلت. قامت المجموعة القتالية بتنفيذ اطلاق صواريخ سطح XZ من الفرقاطة فريم وصاروخ سطح هربون من لانش الصواريخ، وتم الإطلاق آنيا مما يعكس المهارة التي وصل إليها مخاطر القوات البحرية. ويتم استطلاع نتائج الضربات الصاروخية باستخدام منظومة الطائرات الموجهة بدون طيار S-100 والتي تظهر صورتها على شاشات العرض أمام سيادتكم. Thank you.
الغطسان نقطة المشاهدة يتقدم تشكيل جوي مكون من 2 هيل أباتشي، 2 هيل كوماندو محملة بعناصر الصاعقة، وعدد 2 هيل كاموف بمهمة الاقتحام الرأسي للمبنى المحتجز به الرهائن. ويقوم الهيل المسلح بتأمين القوات أثناء تنفيذ الاقتحام الرأسي. وتنفذ مجموعة الدفاع الجوي أعمال الاستطلاع والتفتيش عن الأهداف الجوية المعادية، وتستمر الطائرات متعدد المهام باحتلال المظلة الجوية لتأمين أعمال قتال القوات العاملة بالساحل ضد العدائيات المختلفة. وفي اتجاه الساعة الثانية نشاهد تقدم الهيل كوماندو أعلى المبنى المحتجز به الرهائن. اتجاه الساعة الثانية نشاهد الهيل كوماندو تقوم بإنزال عناصر الصاعقة لتنفيذ الاقتحام الرأسي للمبنى المعادي للقضاء على العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن المحتجزين. ورد بلاغ من الغواصة 42 والمتواجدة في اتجاه الساعة 11 باكتشاف هدف سطحي معادي. صدرت الأوامر للغواصة بالاشتباك مع الهدف المعادي وتدميره. يمكن تمييز الهدف المعادي في اتجاه الساعة 11. ويظهر على شاشات العرض بث مباشر لعملية إطلاق التوديد الحربي. مستعد للإطلاق يا فندم؟ إطلق. حربي تراسي هيك من الغواصة على الهدف المعادي في اتجاه الساعة 11. وفي اتجاه الساعة الثانية وبمجرد إقلاع الهليكوبتر تقوم عناصر قوات الصاعقة باتخاذ أوضاعها النهائية استعدادا لاقتحام الأهداف. ويتم الآن اقتحام الأهداف المعادية والقضاء على العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن المحتجزين وتنفيذ إجراءات التفتيش والسيطرة وإخلاء منطقة الحدث، وفي توقيت متزامن مع تجهيز العبوات الناسفة لتدمير مخزن العبوات. نجحت عناصر قوات الصاعقة في القبض على العنصر القيادي وتحرير الرهائن المحتجزين. تم تدمير المبنى. ورد بلاغ من قائد مجموعة الدفاع الجوي والمتمركزة في اتجاه الساعة 12 برصد أهداف جوية معادية تقترب من اتجاه الشمال الشرقي وعلى مسافة 40 كيلومتر، وسيتم الاشتباك معها بواسطة كتائب الصواريخ تشورا وبوك وتور ام. من مركز قيادة مجموعة الدفاع الجوي تم رصد أهداف جوية معادية وتم تخصيص هدف لكتيب الصواريخ البوتشارة بالموقع رقم 2. موقع رقم 2 3 2 1 في السطح المعادي بواسطة تم اطلاق عدد 2 صاروخ على الهدف. وفي اتجاه الساعة 11 تم تدمير الهدف السطح المعادي بواسطة التوبيس. تم التوبيس. مش سامع كويس. تم تدمير الهدف الجوي المعادي. تم تقابل الصاروخ مع الهدف وتم التدمير على مسافة 15 كيلو. إصابة مباشرة. انتهى. اكتشاف هدف على مسافة 25 كيلو. وباتجاه 70 تم تخطيط الهدف لكتيب الصواريخ البوكس
بالموقع رقم واحد. موقع رقم واحد اخطر. ثلاثة اثنين واحد. ارتداد عناصر معادية على سفينة في المنطقة شرق جزيرة الشيلة. قرر مركز القيادة التعامل مع العناصر المرتدة بنيران المدفعية الأرضية باتجاه الساعة 12 وعلى مسافة 4 كيلومتر تحتل سرية المدفعية الصاروخية في تحقق النتيجة المطلوبة. وعلى يسار نقطة المشاهدة تتقدم تشكيلات القوات الخاصة البحرية والمحملة على اللانشات القتالية والتي قامت بتنفيذ مهمة التسلل البحري وتأمين رأس الشاطئ. ويتقدم تشكيل قتالي للوحدات عمر بن الخطاب وسويفت عقب الانتهاء من تأمين منطقة الإبرار من اتجاه البحر. وعلى شاشات العرض امام سيادتكم نشاهد تدمير الهدف السطح المعادي بواسطة الصواريخ سطح سطح. وفي اتجاه الساعة الواحدة تتقدم تشكيلات من طائرات متعدد المهام تراس اف 16 ميك 29 ميراج 2000 وتتقدم طائرة الانذار المبكر والقيادة والسيطرة ETC يقوم بتأمينات طائرات ميراج 2000 طائرة الضخم المتوسط كاسة والتي قامت بأعمال الإسقاط الحر لقوات المظلات
وطائرة نقل C-130 والتي قامت بأعمال التأمين الإلكتروني ونقل القوات والمعدات. وعلى يسار نقطة المشاهدة نشاهد المجموعات القتالية لحاملة المروحيات أنور السادات. ويتم الآن إقلاع الطائرات الهيلي أوجستا من على سطح حاملة المروحيات جمال عبد الناصر. شعب مصر الأبي، في 3 يوليو 2013 ومنذ 8 أعوام وقعنا بالأحرف الأولى على وثيقة استعادة الهوية الوطنية المصرية من براثن حكم كاد أن يعصف بمستقبل الوطن. واليوم وبعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية ومشاهدة المناورة قادر 2021 نؤكد لشعبنا أن لديكم جيشا به رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض هذا الوطن لأي مكروه وسوء، وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر. وستبقى مصر لأنها محروسة ومحمية بعناية الله. لننشد جميعا: مصر عادت، شمسك الذهب، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.